ولا زالت أخبار أيضا امتحانات السادس الإعدادي تتصدر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الآن حذرت وزارة التربية طلبة السادس الإعدادي من المنصات الوهمية وتؤكد رصدها لمجاميع تعمل خارج العراق، وأشارت إلى أنها تواصلت مع وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه المواقع التي يعد عملها بمثابة خرق للأمن السيبراني. وعلى صعيد أيضا متصل، وفي نفس الإطار تداولت الصفحات أيضا صورا لمتطوعين من الشباب وطلبة البصرة أقاموا مخيما لتقديم الماء والعصائر وبعض المواد الغذائية لطلبة السادس الإعدادي قبل خوضهم الامتحانات النهائية، وذلك لتحفيز الطلبة وتشجيعهم وتقليل الضغط عليهم. هذه هي الصور المتداولة. طبعا شيء مفرح اليوم نشوف الناس تحاول تخفف عنهم في ظل كل ما يحدث، هم لازم يفكرون بالدراسة وبالمستقبل اللي ما يقدرون يشوفوه مع الأسف بسبب ما يحدث. خلينا نشوف تعليقات الناس على هذه الجزئيتين من الخبر. خلينا نقول اليوم كتلنا الحر، سبلت موجود بس ما بي أي هواء لأن ما منظفين الشبكة القدام، إش قد وسخين المدراء مالين المدارس. النوبة أقول له خلي أنظفه وأرتبه، أنا أشتغل به ما يقبل رغم هو جديد، حرامات. الظاهر هو أحد طلبة السادس ودي يعيش المعاناة ودي يشوف المساوئ بالمراكز الامتحانية. نأخذ تعليق آخر أيضا، وش دعوة هالقد مهتمين بالسادس وامتحاناتهم؟ الثالث متوسط والسادس ابتدائي كانت امتحاناتهم أصعب، عايفين القراية وهم قابلين النت والتيك توك ويردون ينجحون. كان هذا التعليق من حميد، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا فيسبوك. كل الطلاب مقابلين التيك توك، خلنا شوية نكون منصفين، يعني احنا اليوم ما نريد نعمم، اكو البعض. خلونا ناخذ تعليق آخر على الصور المتداولة لدعم طلاب السادس. الله يساعد قلوبنا أيام الحصار، جيل هسه باقي بس يجيبون الجواري يهفولهم ويصيرون هارون الرشيد بروسنا. قبل ولدنا كانوا بالكيبلات والشلاليق يدرسون، يرضون ما يرضون وغصبا ما عليهم. يعني احنا لا نريدها بالضرب ولا نريدها بالجواري، حل وسط. ناخذ تعليق اخر مشاهدينا، يعني والله احنا شعب ما نحتاج حكومه، كل شيء نسوي وحدنا، افكار تجنن. شعب يتطوع ينظف يساعد يلم فلوس ويعالج كل اللي نحتاجه، احد يخاف الله بينا، نحتاج احد يهتم بعقليات الشباب الطموح اللي عندنا.